تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة نجاح تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2021 الفورمولا 1 على مضمار حلبة البحرين الدولية. أعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 2021 بالرغم من جائحة كورونا وتأثيرها على كافة الأنشطة العالمية. أكد معاليه أن هذا النجاح جاء بفضل توجيهات وإرشادات ومتابعة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مما عكس مكانة البحرين عالميا وأضاف المزيد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويسدد على طريق الخير خطى ويديم على مملكة البحرين الأفراح والمنجزات والأمن والأمان.